نتفليكس، بس استوعبتها بسرعه قوي حتى في القعده عشان احنا قعدناها جدا بشكل كويس وفهمت الموضوع بشكل كويس قوي. لما جيت جاي هنا فبيقولوا لي ايه الافكار اللي عندك، فهم طرحوا الفكره، هم اتكلموا عن الزحمه فادوني الفكره. الزحمه دايما على فكره احنا بنبص لها على انها زحمه مكان، لكن احنا عندنا زحمه في كل حاجه في الواقع، احنا عندنا زحمه افكار كمان، عندنا افكار متداخله وعندنا كميه من الصراعات بسبب الزحمه. من القواعد الاساسيه ان الزحام يصنع الصراع، يعني لو ادينا الناس قعدناهم في مكان متسع كل واحد فيه قدامه مساحه رحبه يعيش فيها وبيقدر يحصل على موارده بشكل جيد ما بيحصلش انفاع. وده جربناه في الفيران مش في البني ادمين، يعني الفيران لما تحطه في وسط كل واحد منهم الاكل بتاعه موجود المساحه كبيره تسمح لهم بالانتشار، ما كانش ما بينهم نزاعات خالص. بمجرد ما ابتدى الاكل يقل او العدد يزيد ويزدحموا ابتدوا يتصارعوا على الاكل ويتصارعوا على الحياه نفسها، وابتدى يحصل ما بينهم شجارات وبقى في تقاتل لمين يتزعم المكان علشان يقدر يحصل على الموارد القليله اللي موجوده. انا زمان ويمكن معظمكم عارف ان انا شديد الاهتمام بالاعمال التخابر والنظريات الامنيه درست كتير قوي في الحاجات دي، يمكن يعني بالظبط 28 سنه بدرس في هذا الموضوع. ابتديت اسال نفسي سؤال غريب قوي، ليه الاعمال المخابرات بالذات منظمه جدا على عكس المجتمعات؟ ليه اجهزه المخابرات كل خطوه عندها محسوبه ومدروسه؟ بعد 28 سنه من الدراسه والبحث ابتديت ادرس ماده استخلصتها من التنميه البشريه. اطلقت على زي الماده اسم التنميه الذهنيه. هي شغلتها بالظبط انها تفك الزحمه اللي جوه المخ. احنا عندنا مخاخنا كلها زحمه بالذات في الزمن ده. كميه كبيره جدا من المعلومات غير منظمه غير منسقه وغير موجهه. فعندنا كل ما هم فيه فرحون، كل واحد في فصيل او في جهه شايف ان هو الاحسن وهو الافضل وهو مفيش حد زيه ومفيش حد يعارضه ومفيش حد يناقشه وهو الصح المطلق وغيره هو الخطا المطلق. ابتديت احسب الموضوع ده ليه؟ ليه عندنا كده؟ ليه عندنا المشاكل دي؟ اما ابتديت انسق الماده اللي اطلقت عليها اسم التنميه الذهنيه وانا بدرسها في الوقت الحالي فعلا، وصلت لنظريه بسيطه جدا ان احنا عندنا مشكله في الاحساس بالحريه بشكل عام. ليه عندنا مشكله احساس بالحريه؟ الحريه هي ان انا اترك الاخر يفكر كما يريد، اتناقش معه واحاول اقنعه واحاول اوجهه وجهه نظري، لكن ما احاولش ابدا افرض عليه وجهه نظري، ما احاولش افرض عليه تفكيري. ليه عندنا المشكله دي؟ ليه دائما صراعنا في اغلبه او في اعمه هو صراع محاوله فرض فكر؟ وصلت في الاخر لان في عاملين مهمين قوي لو الانسان اكتسبهم يقدر يقاوم الحاله دي، يقدر يستوعب الاخر ويتعايش معاه وما يبقاش في مشاكل في التعايش ما بين الفئات المختلفه في المجتمع الواحد بدون اي صراعات داخليه. احنا اساسا لما قسمنا النمط الفكريه وصلنا لتقسيمه غريبه قوي، وده بالدراسات والحسابات واستطلاعات الراي والحسابات الاحصائيه. وصلنا لان اي مجتمع في الدنيا ليس المجتمع المصري بالتحديد ولكن كل مجتمعات العالم 90% من الموجودين فيه يدخلوا تحت نطاق ما يسمى بالانحيازيه. تبدا من الانحيازيه المطلقه وتتصاعد حتى الانحيازيه المعقوله. ينحاز لفريق كوره، ينحاز لعيلته، ينحاز لبلده، ينحاز لعقيدته، يعني في حاله من الانحياز عند 90% من الافراد في اي مجتمع. برضه عشان نبقى واضحين احنا لا نفرق عن اي مجتمع اخر، هذا ينطبق على كل مجتمعات الكون او مجتمعات الكره الارضيه. بيتبقى عندنا 10%، ال 10% دول بيخش 8% منهم تحت ما يسمى بالتعادليه. التعادلية هي إن أنا أقدر أفهم الآخر وأتعامل معاه، ولكن أنا متخذ فصيل معين أميل إليه برضه. أنا متعادل مع الحالتين ولكن ما زال ليا ميل في اتجاه معين. ال 2% اللي فاضلين من أي مجتمع وهم بالصفوة الفكرية لأي مجتمع بيخشوا تحت ما يسمى بالتجردية. التجردية بمعنى إن أنا تطرح عليا قضية فأتجرد من كل انتماءاتي وأحسبها كقضية، أسأل نفسي إذا كانت هذه القضية ليا أو عليا، هل هناك فرق؟ إذا كان هناك أمر قولي يقال
هل يهم مين اللي قاله ولا يهم القول نفسه صحيح ولا غير صحيح؟ هل لو في قرار صدر من جهة عملي مثلا، هل يهمني مين اللي أصدر القرار ولا يهمني القرار نفسه؟ وهل لو أصدره شخص بحبه أوافق عليه، ولو أصدر نفس شخص بكرهه نفس القرار أرفضه؟ ولا أنا عندي حالة تجرد ماليش دعوة بمصدر القرار ولكن أتعامل مع القرار، أتعامل مع الحالة نفسها؟ الموضوع ده وصلني للعاملين المهمين اللي كنت بتكلم عليهم في الأول، كيف نصل إلى مرحلة الإحساس بالحرية وعدم الصدام مع الآخر مجرد اختلافنا معاه في الفكر. الحالتين دول بنسميهم الطرح والتقمص. ده خلاصة يعني أبحاث 28 سنة. الطرح هو إن أنا عندما أواجه مشكلة أطرح عن نفسي انتماءاتي السابقة، أنا ببص للمشكلة. يعني أنا مش معقول هقول مثلا إن في واحد كافر قال إن الجاذبية الأرضية بتشد الحاجة من فوق لتحت، فلا ده كافر أنا مش هقتنع، لا أنا ماليش دعوة. كونوا كافر كونوا أكثر الناس إيمانا، دي مش فارقة معايا، هي الجاذبية بتشد الناس من فوق لتحت، مش فارقة. يعني من قال هذا لا يعنيني، أنا يعنيني القول، هل هو قول صحيح أم قول خاطئ؟ إذا جاء إنسان جاهل وقال لي والله ده صلاة الصبح مع ركعتين، ما قالوش لا أصل أنت جاهل مش هصدعك. أنا مش دعوة، هو جاهل ولا متعلم. أنا ليا دعوة بالقول اللي هو قاله، أهو صحيح أم خاطئ؟ فدي بيسموها حالة الطرح، إن أنا بكون بتعامل مع الأمور طارحاً نفسي عن نفسي. إن أنا بتعامل مع الأمور مش لأن أنا منتمي لكذا، لا لأن الكلام ده بيقول كذا. فأنا أتعامل مع الكلام، مع القول، مع الفكر، مع الرأي، وليس مع مطلق الرأي أو مطلق الفكر. أتعامل مع الفكر بشكل مجرد. التقمص بقى وهو الأساس في هذا الموضوع، بعد أن أطرح على نفسي نفسي، أن أتقمص عين الآخر، أشوف الآخر ده بيفكر إزاي. يعني يمكن أنا شايف إن هو مجرم، لكن أنا لو قلت له، لو كنت أنا موجود جوه هو، لو ببص من عينيه هو، يمكن أشوفني أنا اللي مجرم. أنا مش عارف، في أمور ليس لنا فضل فيها ورغم كده نتباهى بيها. يعني لما يعني الكلمه الشهيره بتاعت لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا، طب انا كان ممكن عادي جدا ما اكونش مصريا، وانا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقني ان انا من مصر او من ابوين مسلمين، كان ده اختيار او ده كان فضل ليا فيه، او ان انا عملت شيء عظيم عشان كده اتخلقت كده؟ انا كان ممكن ببساطه شديده اخلق هندي لابوين هندوسيين فانشا هندوسيا، وكنت ساعتها متعصب للهندوسيا، لكن هذا لم يحدث. اذا ففي جزء من حياتنا انا لا فضل لنا فيه، اننا ولدنا مسلمين او مسيحيين او يهود او هندوسين او بوذيين او كونفوشيوسيين، لا فضل لنا فيه. الفضل ياتي ممن كان على دين ثم اختار اخر قناعه، هو هذا صاحب الفضل. اما الشخص الذي ولد في عائله تنتمي الى شيء معين فهو لا فضل له في هذا، ليس له أن يتباهى بهذا، عليه أن ينظر دائما إلى الآخر أو يتقمص الآخر ويشوف الآخر شايفه إزاي. يعني هل أنا لما أتحمس، أنا في ماتش كرة وجيت أنا أهلاوي متعصب ففريق الزمالك كسب، فخدت واحد زملكاوي رميته من فوق المدرج مات، أنا كده مانيش راجل، مانيش شخص كويس، ما أقدرش أقول أصل أنا أهلاوي أنا على حق، لا مش على حق. تعال بص من الناحية التانية وشوف، هل لو انت زملكاوي هتشوف نفسك فعلا على حق؟ هل لو اللي حصل ان الاهلي هو اللي كسب والزملكاوي هو اللي رمى اهلاوي هتشوف ده على حق؟ الفكر الصحيح هو ان لا شأن ليا بانتمائي، اذا كنت انا اهلاوي ولا زملكاوي انا اشوف هل الفعل صحيح ولا غير صحيح؟ هل الفعل ان يدفعني تعصبي الناديه ان انا اخد واحد اقتله، هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ بغض النظر من القاتل ومن المقتول، الى من ينتمي القاتل والى من ينتمي المقتول، علي ان افكر بشكل مجرد، هل الفعل صحيح أم غير صحيح؟ هنا نصل إلى فكر الحرية، إن أنا أبص، الحرية دايماً تفسر على إنها انفلاتية، هي ليست كذلك، أنا لو ما كنتش حر مش هيبقى لي حق في الاختيار، ماليش حتى حاجة، لو خدت واحد وحبسته بزنزانة وقفلتها عليه وقلت هياخد ثواب عشان عمره ما زنى، هيزني بإيه؟ هو أساس طول عمره مسجون، أنا حبسه، فهو ليس له ثواب في لأنه لم يفعل. لان انا اوريدي منعته من ان هو يفعل او من ان يكون لديه السبيل لان يفعل ثم يمتنع رضا من الله سبحانه وتعالى، ولم يمتنع رضا الله سبحانه وتعالى ولم يكن لديه الخيار حتى يفعل هذا. اذا فانا حرمته
بسجني من أن يحصل على الثواب. لكي يحصل على الثواب لابد أن يكون حرا في اتخاذ القرار، وأن يتخذ قراره بنفسه في أن يتبع الله سبحانه وتعالى ويتبع الشيطان. إذا لم يتخذ هذا القرار بنفسه فهو ليس حرا وليس له ثواب أساسا. ده بالعكس، ده قد يمحى منه عقاب لأنه مسجون، لأن أنا حرمته من حريته. لو أنا جيت فرضت على واحد تبع حاجة معينة أنا شايف إنها صح، هو مش هيبقى كويس عشان اتبعها عشان أنا فرضتها عليه. لأن لما أفرضها عليه أنا بالعكس أنا حرمته من ثواب فعلها، لأن أنا خليته بيفعلها مرغما، وبالتالي انتفت الإرادة فلم يعد له الحق في أن يطالب بالثواب أو بالمكسب. لو أنا بصيت من عينين الآخر هفهم إيه؟ لو أنا طبقت نظرية الطرح والتقمص هفهم أستوعب ليه مش من حقي أن أفرض على الآخرين شيء؟ هيئة الآخرين لم أكن لأقبل أن يفرضوا علي شيئا. إذا فلا ينبغي ألا أقبل أن أفرض عليهم شيئا. هو ده الأساس. لو إحنا بصينا بالنظريتين دول، النظريتين اللي وصلتلهم بعد 28 سنة من الدراسة، ومن الدراسة بالذات في الأجهزة الأمنية على فكرة، وبالذات أجهزة المخابرات تعتمد على هذه القاعدة اعتمادا تاما. يعني هو بيواجه خصومه، بيواجه مخابرات دولة أخرى، إن لم يكن لديه القدرة على طرح نفسه عن نفسه وتقمص فكر رجل مخابرات الدولة الأخرى، لما يستطاع أن يقاومه ولم يستطاع أن ينجح في عملية واحدة. هو ينجح دائما لأنه يستطيع تقمص فكر الشخص الآخر. بالظبط كأننا قاعدين على رؤية شطرنج، أنا بلعب واللي قدامي بيلعب، شغلتي وإحنا بنلعب على رؤية شطرنج عشان أكسب إن أنا أعرف أتقمص فكر اللي قدامي من حركاته وأفهم هو هيعمل إيه بعد كده عشان أستعد بالخطوة المناسبة اللي أرد بيها على كل نقلة ينقلها على رؤية شطرنج بنقلة قوية تهزمه لما يجي يلعب اللعبة بتاعته. إذا فالنظرية بتاعت الطرح والتقمص ليست فقط في الحياة العادية وليست فقط في أجهزة المخابرات، ولكنها هي وسيلة للتعايش والحياة. إذا ما استطعنا أن نكتسب هذين الصفتين وهما صفتي الطرح والتقمص، وصلنا إلى كيفية التعايش مع كل من حولنا دون صراع ودون خلاف ودون تقاتل، وفكرة أننا نستطيع أن نتعايش حتى مع مخالفينا بأن ندرك أننا كان من الممكن أن نكون نحن المخالفين ويكونهم في مكاننا، وهذا ليس لنا فضل فيه. إذا فعلينا أن نتقبل أن محاولات إقناعهم وليس محاولة قهرهم، وأن نمنعهم من محاولة قهرنا ونمكنهم من محاولة إقناعنا، عشان نصف في النهاية اللي إحنا عايشين في حالة من السلام اللي إحنا افتقدناه في زحمة الحياة. إذا كان الكلام عن الزحمة فهي دي الزحمة الحقيقية، اللي هي زحمة صراعات الأفكار وليست زحمة صراعات البشر. منهاتن من أكثر مدن العالم زحاما، ورغم كده عمري ما مشيت فيها وحسيت إن فيها مشكلة. هي زحمة شديدة لكن كل واحد ماشي في مساره، ملوش دعوة بالتاني، كل واحد شايف إن هو حر فيما يفعل، والآخر اللي ماشي جنبه حر فيما يفعل، فلا يصطدم أحد مع أحد. هنا عندنا مجرد ما بيبقى في زحمة شوية يبتدي الخناقات، وتسمع كلاكسات العربيات والشتيمة طلعت من كل الشبابيك، وكأننا شعب شتام. لو لم أكن شتاما لو ضدت أن أكون شتاما. فهي دي مشكلة الفرق، إن عندما نعتاد الحرية ونعتاد فكرة الطرح والتقمص نستطيع أن نتعايش مع مخالفينا على مائدة واحدة، ونأكل سويا ونتناقش في نقطة الخلاف، ونحن نبتسم لو نحن نكشر أن يبنى بعضنا البعض. هي دي فكرة الحرية وفكرة الطرح والتقمص. هقول تفكروا فيها وتشوفوا هل هي الفكرة تصلح للانتشار وتصلح للمستقبل وللتفكير وللتأمل أم لا تصلح. وأتمنى أن احنا في النهاية نفك اشتباك الزحمة اللي في الشوارع واللي في العقول إن شاء الله. شكراً.